يا أهلا وسهلا بأحبائي المغاربة، ومبروك علينا التأهل للدور الثاني لثاني مرة في تاريخ المنتخب المغربي. وشكرا جزيلا للمنتخب المغربي اللي فرحنا لاعبين وطاقم تقني وأعضاء من الجامعة، والشكر كذلك للجمهور المغربي، أحسن جمهور في العالم. إلا كنتي كتقلب على الاستقرار في مراكش في حراقي وكيتميز بهدوء وبغيتي تكري دار فرشة في انتظار تشري دارك، هذا الفيديو مناسب لك. إلا كنتي باغي ولادك يكملوا قريتهم في مراكش في المعاهد أو الجامعات، وبغيتي موقع هادئ وقريب يناسبهم للتركيز في الدراسة ديالهم، فهاد البارتما صراح لكم. إلا كنتي دي بلاسمون لمراكش لفترة طويلة اللي غادي تفرض عليك استقرار يكون هادئ باش تركز في العمل ديالك او في الفن ديالك او في اي ميدان كتشتغل فيه، فهاد البارتما مناسبة لك. شقة للحكيرة بحيل ازدهار محروسة، وفيها كراج وفيها اسانسور، مريحة بالفراش ديالها، فيها صالون وثلاث غرف بيوت النعاس بلاكارات، صالون عصري بالتلفازة، مطبخ مجهز، فيها جميع الاواني من بوتاغاز، ثلاجة، ماكينة الصابون وغير ذلك، اضافة الى حمام دوش ابارتمون هوت ستاندينغ. فيها جوج حمامات، حمام طواليت وحمام دوش. مفاجئة، فيها لاكليم، الثمن ديالها 6500 درهم للشهر. لمزيد من المعلومات اتصلوا بالسيد عبد الله في 0671 0888 45 06 71 08 38 45.
استودعكم الله والى اللقاء.